بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ويجب أن يعلم هنا أمور، أحدها أن ما يذكر في باب الأقوال في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يذكر في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يذكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال المصنف رحمه الله: ويجب أن يعلم هنا أمور. أن يعلم هنا أي في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. وقوله رحمه الله ويجب، هذا فيه بيان أهمية هذه القواعد الآتي ذكرها، وأنه يتعين على من اشتغل بهذا العلم وتكلم في مسائل هذا الباب أن يكون على علم بهذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة التي أخذها أهل العلم بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وللآثار المروية عن السلف في هذا الباب. فهي أصول عظيمة الأهمية كبيرة القدر، يتعين على من اشتغل بهذا العلم أن يكون على علم بها وعلى دراية بها، وإلا كما سيأتي من قول المصنف رحمه الله فالسكوت أولى، أي في حق من ليس على علم بهذه الأصول الكلية والقواعد العامة والضوابط الجامعة التي تضبط لمن اشتغل بهذا العلم سيره وطريقه فيه. بدأ رحمه الله بالأمر الأول، قال أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. نحن عرفنا فيما سبق أن باب الإخبار أو ما يخبر عن الله تبارك وتعالى به يراد به ما يجوز إطلاقه على الله جل وعلا عن طريق الخبر، ما يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى عن طريق الخبر، أي لا على وجه التسمية والوصف، وإنما عن طريق الخبر، أي يخبر عن الله تبارك وتعالى به. والمصنف هنا يقول إن هذا الباب أوسع من باب الأسماء والصفات، وذلك لأن الإخبار يكون بالوارد في الكتاب والسنة، وأيضا بغير الوارد في الكتاب والسنة مما صح معناه وحسنت دلالته ولم يتضمن معنى سيئا. فإن أمثال ذلك مما هو لازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال ذلك يخبر عن الله تبارك وتعالى به. ولهذا قال العلماء إن باب الأسماء والصفات توقيفي، أي يتوقف في إثباته على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا، ف
فيخبر عن الله بما ورد ويخبر عن الله بما لم يرد في الكتاب والسنة مما هو من لوازم ما جاء في الكتاب والسنة. والمؤلف ذكر أمثلة كالشيء والموجود والقائم بنفسه. الشيء يمكن أن يستدل لها بقوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ولفظة الموجود هذه لم ترد في الكتاب والسنة لكنها حق، ويخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود، وكذلك يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه قائم بنفسه. وقد يستدل لذلك باسمه الحي باسمه القيوم، ومن معناه ما ذكر أهل العلم أي القائم بنفسه والمقيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فعلى كل حال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف إلا بما وصف الله به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وأما الإخبار عنه سبحانه وتعالى فيخبر عنه بالمعاني الصحيحة والأمور اللائقة به جل وعلا مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قال أهل العلم لأن لازم الحق حق إن صح أنه لازم. ولا يبنى باب الإخبار على التخرصات والظنون، وإنما يبنى على الفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أن باب الإخبار واسع أو أوسع من باب الأسماء والصفات أن يقول من شاء فيه ما شاء، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بالمعاني الحسنة وبما لا يدل على ذنب مما هو مقتضى ما دلت عليه أسماؤه الحسنى وصفاته العظيمة. قال فإنه يخبر به عنه، يعني كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفاته العليا. الشيء والموجود والقائم بنفسه ونحو هذه الألفاظ، هذه يخبر عن الله تبارك وتعالى بها، لكن لا تعد في جملة الأسماء الحسنى ولا تعد في جملة الصفات العليا، لأن أسماء الله وصفاته لا يثبت شيء منها إلا بدليل من كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن المعاني الصحيحة نخبر عن الله تبارك وتعالى بها دون أن نعدها في الأسماء ودون أن نعدها في الصفات. نعم. ثاني، الأوصفة إذا كانت مقدمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع مقدمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. ثم هذه أيضا قاعدة أخرى تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى ودلالات الأسماء. قال إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه،
إذا كانت منقسمة أي تدل في حال من أحوالها على كمال، وتدل في حال من أحوالها على نقص، فيتدل على كمال باعتبار وتدل على نقص باعتبار، واللفظة في نفسها منقسمة في دلالتها، فيتدل على كمال وتدل على نقص. فأمثال هذا النوع من الألفاظ لا تدخل بمطلقها في أسماء الله، لا تدخل بمطلقها في أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يسمى بها، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله، فهي لا تدخل في أسمائه، ولا تدخل أيضا بإطلاقها في صفاته، وإنما يوصف تبارك وتعالى منها بالكمال لا بالوصف المطلق، وإنما يوصف منها بالكمال. أما جانب النقص الذي في هذا اللفظ فالله تبارك وتعالى منزه عنه. وها هنا ينبغي أن نعلم أن الصفات ثلاثة أقسام: قسم صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه تدخل في صفات الله تبارك وتعالى وتثبت له، كالحي والسميع والبصير والعليم والرحيم ونحو ذلك، فهذه صفات لا نقص فيها، فيثبت لله تبارك وتعالى ويثبت له كمالها. والقسم الثاني صفات نقص لا كمال فيها، كالسنة واللغوب والتعب ونحو ذلك، وهذه ينزه الله تبارك وتعالى عنها ولا يضاف إليه شيء منها. والقسم الثالث هو الذي ذكره المصنف هنا، وهو الصفات المنقسمة، الصفات المنقسمة، الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، فماذا يصنع فيما كان من هذا القبيل؟ قال رحمه الله: لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، لم تدخل بمطلقها في أسمائه، لأنها إن أدخلت بمطلقها في أسمائه تناول الإطلاق النقص الذي يشمله اللفظ، فهي لا تدخل بمطلقها في أسمائه، وأيضا لا تنفى بمطلقها عنه، لأن إذا نفيت بمطلقها عنه نفي الكمال الذي اشتملت عليه. إذا ماذا يصنع؟ يثبت له منها كمالها، كما عبر هنا قال: بل يطلق عليه منها كمالها، يعني كمال هذه الألفاظ دون النقص الذي فيها. أمثلة ذلك قال: كالمريد والفاعل والصانع، المريد من الإرادة والصانع من الصنع والفاعل من الفعل، فهذه الأسماء المريد والفاعل والصانع لا تدخل في أسمائه، هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه. لماذا لا تدخل في أسمائه؟ لأن أسماء الله كلها حسنى، ومعنى كلها حسنى أي أنها دالة على صفات كمال، أي أنها دالة على صفات كمال، فلو لم تدل على صفة لم تكن حسنى، ولو دلت على صفة نقص لم تكن حسنى، فهي إنما كانت حسنى لكونها دالة
على صفات الكمال، وعليه فإن الصفة إذا كانت صفة نقص لم تدخل، وكذلك إذا كانت منقسمة إلى نقص وكمال لم تدخل، فإذا هي لا تدخل في أسماء. قال: ولهذا غلط من سماه بالصانع، وكذلك من سماه بالمريد والفاعل ونحو ذلك، هذا كله من الغلط، لأن أسماء الله حسنى، وهذه ألفاظ تتضمن صفات منقسمة، وهذه ألفاظ تتضمن صفات منقسمة في معناها ومدلولها إلى معنى حق ومعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا أطلق، إذا أضيفت إليه هكذا بالإطلاق، تناولت بإطلاقها النقص الذي ينزه الله تبارك وتعالى عنه. قال: ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، عند الإطلاق، لأنه عند الإطلاق لهذا اللفظ يتناول كل مدلوله بما في ذلك النقص الذي يتناوله هذا اللفظ، ولهذا لا يصح إضافة هذه الألفاظ على الإطلاق، وإنما يضاف إلى الله تبارك وتعالى منها ما فيها من كمال، وينزه تبارك وتعالى عن النقص الذي تشمله هذه الألفاظ. قال: ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، هذا هو السبب، لأن هذه الألفاظ منقسمة. الإرادة منقسمة، إرادة خير وإرادة شر، الصنع منقسم إلى 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 كذلك، والفعل فعل حسن وفعل قبيح، فهذه ألفاظ منقسمة، فلا تدخل في أسماء الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها لفظ يدل على نقص، وليس فيها لفظ منقسم إلى نقص أو كمال، بل هي ألفاظ دالة على الكمال. قال: ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، أكمله فعلا وخبرا، أي أخبر عن نفسه تبارك وتعالى بالأفعال الحسنة والأفعال الطيبة والأفعال اللائقة به جل وعلا، مما تدل عليه هذه الألفاظ: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: صنع الله، وهكذا، يعني أطلق على نفسه تبارك وتعالى منها المعاني الحسنة الطيبة اللائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأخبر أيضا عن نفسه بهذه الألفاظ على المعنى اللائق به جل وعلا، أخبر عن نفسه بهذه الألفاظ على المعنى اللائق به جل وعلا. فإذا هذه الألفاظ لا تضاف إلى الله عز وجل بإطلاق، وإنما يضاف إليه منها الكمال واللائق به جل وعلا دون النقص، لأنه سبحانه منزه عن النقص وعما لا يليق به. نعم. الثالث أنه لا يلزم من الإقبال عنه بالفعل مقيدا، بل اشتق له بالوصول مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضيء الفاتح الماكر، تعالى الله عن قوله:
فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. وهذه أيضا قاعدة نفيسة جدا في هذا الباب، أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما فعل أو كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسماء الحسنى المضل الفاتن الماكر، فهذا من الغلط، لأن الفعل المقيد إثباته لله ينبغي أن يكون بالطريقة التي جاء عليها مثبتا هذا اللفظ. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إمرار الصفات كما جاءت، فما جاء منها مقيدا يثبت مقيدا كما جاء. ولهذا من أطلق المقيد لم يمرها كما جاءت. ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا الأصل من أصول أهل السنة في هذا الباب، ألا وهو قولهم أمروها كما جاءت، فألفاظ الصفات تمر كما جاءت. ومن إمرارها كما جاءت أن ما جاء منها مقيدا فإنه يثبت مقيدا كما جاء، ولا يؤخذ مما جاء مقيدا وصف مطلق. فمثلا الأمثلة التي ذكر المصنف المكر والكيد والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك، هذه جاءت في الكتاب والسنة مقيدة، لم تأتي أوصافا مطلقة مثل السمع والبصر والعلم والإرادة ونحوها، وإنما جاءت مقيدة، فيثبت له منها تبارك وتعالى الوصف المقيد الذي جاء دون الإطلاق. سخر الله منهم ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولقد فتنا الذين من قبلهم، وهكذا. فهي ألفاظ جاءت مقيدة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، جاءت ألفاظا مقيدة فنمرها كما جاءت بإثباتها مقيدة كما جاءت، ولا نأخذ منها وصفا مطلق، فضلا عن أن نأخذ منها أسماء حسنى لله، لا نأخذ منها وصفا مطلق، فلا نقول من أوصاف الله المكر، ومن أوصافه الكيد، ومن أوصافه الاستهزاء، ومن أوصافه السخرية، لا نقول ذلك، فضلا أن نعدها في ماذا؟ في أسمائه، بأن يقال من أسمائه الماكر، ومن أسمائه الساخر، ومن أسمائه المستهزئ، أو نحو ذلك، تعالى الله عن ذلك. فهذه ألفاظ جاءت مقيدة فنثبتها مقيدة كما جاءت، نقول يسخر بالكافرين ويكيد للكائدين ويستهزئ بالمستهزئين ويضل الله الظالمين ونحو ذلك من الإطلاقات التي جاءت في نصوص الشرع. قال أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر. المضل الفاتن الماكر، هذه الأسماء جاء منها ألفاظ مقيدة، فلا يصح أن يثبت من تلك الألفاظ المقيدة أوصافا مطلقة ولا أيضا أسماء حسنى
لله تبارك وتعالى على ما سبق بيانه. قال تعالى الله عن قوله، لأن هذا مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه، لأن هذا مما ينزه تبارك وتعالى عنه. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها، أو لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. وهذا أيضا ينبني على قاعدة أهل السنة المشار إليها قريبا، ألا وهو أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، ومن إعمال التوقيف في هذا الباب أن يبقى المقيد على تقييده، ولا يؤخذ من المقيد وصف مطلق، لأن هذا خروج عن التوقيف. فالتوقيف دل على وصف معين مقيد، فمن أطلق فقد أطلق بدون دليل، فيكون قال على الله بلا علم، وقفى ما ليس له به علم، وهذا من أعظم المحرمات. نعم. الرابع أن أسماء الحسنى في أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة، بخلاف أوصافه تعالى. هذه أيضا قاعدة مهمة في هذا الباب، يقول فيها رحمه الله أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، أي لها نوعان من الدلالة، دلالة على الذات ودلالة على الصفات، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني القائمة بالذات. فإذا لها اعتباران، اعتبار من حيث دلالتها على الذات، وهذا اعتبار العلمية، واعتبار من حيث دلالتها على الصفات، فهي أعلام وأوصاف. وهذا التقرير لأهل السنة فيه إبطال لقول المعتزلة عن أسماء الله تبارك وتعالى أنها أعلام محضة، أي لا تدل على معاني، وهذا قول باطل. فأسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، أي دالة على معاني عظيمة كاملة لائقة بالله سبحانه وتعالى. فمن جعلها أعلام محضة فقد عطل أسماء الله جل وعلا عن دلالاتها. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي الوصية، أو الوصية بها لا ينافي العلمية. فنحن إذا وصفنا الله جل وعلا بما دلت عليه أسماؤه من صفات لائقة به، لا ينافي ذلك أنها أعلام على الله. إذا قلنا إن اسم الله السميع دال على السمع، واسمه البصير دال على البصر، واسمه الرحيم دال على الرحمة، فإن هذا لا ينافي أن تكون هذه الأسماء دالة على الله جل وعلا، أي على الذات الإلهية. ولهذا ولهذا يقال السميع، أي الله العليم الحكيم، ويقال هو السميع العليم الحكيم، لأن هذه أسماء دالة عليه، ولهذا يعبد له بها، يقال عبد الله وعبد السميع وعبد البصير، فهي تدل على ذاته باعتبار العلمية، وتدل على صفاته باعتبار الوصفية، ولا ينافي دلالتها على الوصفية،
أنها أعلام دالة على الذات الإلهية. قال: بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم. بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، والسبب في ذلك ما قاله رحمه الله، لأن أوصاف مشتركة مشتركة. الآن إذا كان بعض العباد صالح، إذا كان بعض العباد صالح من صفاته الصلاح، هل يكون الصلاح علما عليه بحيث إذا أطلق الصلاح لا يعرف إلا به؟ أيكون ذلك أم لا يكون؟ لا يكون. لماذا؟ لأن هذا وصف مشترك، لأن هذا وصف مشترك، لأن هذا وصف مشترك في كثير من العباد ممن هداهم الله جل وعلا ومن عليهم بالصلاح. ولهذا قال: بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأنها أوصاف مشتركة فنافتها العلمية المختصة. بخلاف أوصاف الله، أوصاف الله سبحانه وتعالى خاصة به لا شريك له فيها، ولائقة بجلاله وكماله وعظمته، ولهذا كانت أعلاما وأوصافا، أعلاما وأوصافا. الآن إذا جئت مثلا للسميع، إذا جئت إلى السمع الذي هو سمع الإنسان أو بصر الإنسان، وأردت أن تثبت منها علمية له، لا يكون ذلك، لأن السمع مشترك والبصر مشترك ونحو ذلك من صفات الإنسان، صفات مشتركة، بينما صفات الله تبارك وتعالى خاصة به لائقة بجلاله وكماله، ولهذا العلمية فيها أو الوصفية بها لا تنافي العلمية، الوصفية بها لا تنافي العلمية. نعم. الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. هذا يتعلق بدلالة ألفاظ أسماء الله جل وعلا، دلالتها هل هي دالة على ما دلت عليه بالمطابقة فقط، أم أن أنواع الدلالة تشملها؟ وأنواع الدلالة ثلاثة كما بينها العلم: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج معناه وإنما يدل عليه باللزوم. فهذه أنواع الدلالة الثلاثة، وكلها ثابتة في الأسماء الحسنى، فهي تدل على ذات الله وعلى صفاته بالمطابقة، وتدل على الصفة وحدها أو على الذات وحدها بالتضمن، وتدل على الصفات الأخرى باللزوم. وقد كان من المناسب إيراد هذه القاعدة بعد التي سبقتها. عرفنا من القاعدة السابقة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فإذا أخذنا من الاسم دلالته على العلمية والوصفية معا، تكون الدلالة هنا ما هي؟ مطابقة. إذا أخذنا
دلالة الاسم على الوصفية والعلمية معا، فالدلالة مطابقة لأن هذه دلالة اللفظ على كامل معناه. أما إن أخذنا من الاسم دلالته على الذات، أو أخذنا منه دلالته على الصفة فقط، فالدلالة هنا تضمن، لأن ليست دلالة اللفظ على كامل معناه فتكون دلالة تضمن. وإن أخذنا من الاسم وصفا خارجا عن معنى اللفظ يكون دلالة التزام. مثلا الحي اسم من أسماء الله الحسنى، إن أثبتت من هذا الاسم الذات والصفة استدلالك بالمطابقة، وإن استدلت به على حياة الله، على ثبوت الحياة صفة لله، استدلالك هنا ماذا؟ تضمن، لأن اسمه الحي يدل على ثبوت الحياة صفة له، فهذا بالتضمن. إن أثبتت منه سمعه وبصره وقدرته ونحو ذلك من صفاته فهذه دلالة ماذا؟ دلالة التزام. إذن الأسماء الحسنى لها ثلاث دلالات: دلالة مطابقة وهي دلالة الأسماء الحسنى على كامل معناها، ودلالة تضمن وهي دلالتها على بعض المعنى، ودلالة التزام وهي دلالتها على أمر خارج المعنى. ثالث أن الأسماء والصفات لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. وهذا له تعلق بما سبق، أسماء الله الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، أي من حيث الدلالة على الذات، واعتبار من حيث الصفات، أي من حيث الدلالة على الصفات. وقريبا عرفنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار الدلالة على الذات أعلام، وباعتبار الدلالة على المعاني أوصاف، باعتبار الدلالة على المعاني، معاني تلك الألفاظ أوصاف، فهي لها نوعان من الدلالة: دلالة على الذات ودلالة على الصفات. قال: فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. لو قيل لك: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ إن قلت متباينة بهكذا بالإطلاق فأنت مخطئ، وإن قلت مترادفة هكذا بالإطلاق فأنت مخطئ، لأن الجواب على هذا السؤال لا بد من مراعاة نوعي الدلالة للأسماء: الدلالة على الذات والدلالة على الصفات. فهي باعتبار الدلالة على الذات مترادفة، لأنها كلها أسماء لله جل وعلا، فهي بهذا الاعتبار مترادفة. وأما باعتبار المعاني فهي متباينة. السؤال نفسه أعيده بطريقة ثانية: أسماء الله السميع البصير العليم الحكيم الخبير، هذه الأسماء هل هي مترادفة أو متباينة؟ هذه الأسماء هل هي مترادفة أو متباينة؟ إن قلت مترادفة هكذا بالإطلاق أخطأت، لأن قولك بالترادف هنا ينتظم الترادف في المعنى، وهذا غير صحيح، لأن السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على
العلم هذه متباينة ليست مترادفة. وإن قلت بالإطلاق هي متباينة أيضا هذا خطأ، لأن باعتبار دلالتها على الذات هي تدل على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسماء السميع البصير العليم الحكيم إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه، عندما يسأل أهي مترادفة أو متباينة لا بد من مراعاة هذه القاعدة، فيقال هي باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، وباعتبار دلالتها على صفاته سبحانه وتعالى متباينة، لأن السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، وهذه صفات متباينة أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأن كل أسماء لمسمى واحد. السؤال نفسه بطريقة ثانية، لو قيل لنا هل السميع هو البصير، هل السميع هو البصير أو لا، نقول لا أو نقول نعم؟ لو قال لنا قال هل السميع هو البصير، أو قال لنا قال هل الرب هو الإله، هل نقول نعم أو نقول لا أو نفصل؟ نفصل، نقول الرب هو الإله باعتبار ماذا؟ العلمية، وباعتبار الدلالة على الذات. والرب ليس الإله باعتبار المعنى، لأن الرب يدل على الربوبية والإله يدل على الألوهية، وهذا معنى وهذا معنى آخر. ولهذا بعض المبتدئة يلبسون في 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 هذا الباب، ويقولون في 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 باب أقسام التوحيد الثلاثة، يقول الرب هو الإله، فمن أين جئتم بربوبية وألوهية؟ الرب هو الإله. نعم الرب هو الإله باعتبار دلالة الاسمين على مسمى واحد، لكن باعتبار الوصف الرب يدل على الربوبية، والإله يدل على الألوهية، والسميع يدل على السمع، والبصير على البصر، والعليم على العلم، وهكذا. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى له دلالة، كل اسم من أسماء له دلالة، فهي باعتبار الدلالة على الذات مترادفة، وباعتبار الدلالة على الصفات متباينة. نعم. تابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات التوقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، القديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد في الدم؟ وهذه أيضا قاعدة مهمة في هذا الباب. ما يطلق عليه على الله جل وعلا في باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أن يتوقف في إثبات أي شيء منه على السمع، على الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا معنى توقيفية، أي يتوقف في إثبات شيء منها أي شيء منها على الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا. لما لا يجب أن يكون توقيفيا؟
لأن المعاني اللائقة بالله التي من مقتضى أسمائه وصفاته ولوازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي معان صحيحة، فيخبر عن الله بها لكنها لا تدخل في أسمائه ولا تدخل في صفاته، كالألفاظ التي أورد القديم والشيء والموجود والقائم بنفسه ونحو ذلك من الألفاظ، فهذه يخبر عنه بها ولا تكون داخلة في أسماء الله الحسنى ولا في صفاته العظيمة، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يتجاوز فيه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأعيد ما قلته سابقا، عندما يقال في هذا الباب باب الإخبار أنه لا يلزم أن يكون توقيفيا، لا يعني هذا أن يكون ماذا؟ أن يقول فيه من شاء ما شاء، بل يخبر عنه تبارك وتعالى بما هو لازم لكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق إن صح أنه لازم، ولهذا أيضا لابد من هذا القيد، إن صح أنه لازم، لا يأتي إنسان مبتدع أو صاحب هوى ويضيف إلى الله تبارك وتعالى أشياء لا تليق به يعدها أو يزعمها لائقة به أو يزعمها من لوازم أسمائه تبارك وتعالى وصفاته، فهذا من الباطل، ولهذا ذكر العلماء هذا القيد إن صح أنه لازم. فباب الإخبار باب صحيح، فيخبر عن الله تعالى بالمعاني الصحيحة والألفاظ الحسنة وبما ليس فيه نقص، يخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك، ولا يلزم أن يكون توقيفيا بمعنى أن لفظه ورد، الموجود هذا لفظ لم يرد، وهكذا ألفاظ أخرى عديدة لم ترد يصح أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بها. يقول ابن القيم: فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟ لا بد في الباب من هذا التفصيل، إن كان من باب الأسماء والصفات فيجب أن يتوقف في ذلك على السمع، وإن كان من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، لأن الله عز وجل يخبر عنه بالألفاظ الحسنة الطيبة التي لا تشتمل على نقص ولا على ذم، وهي من لوازم أسمائه وصفاته، يخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك لا على وجه التسمية ولا أيضا على وجه الوصف، وإنما من باب الإخبار. ثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل ويخبر به عنه فعل ومصدره، نحو السميع والبصير والقدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. هذه أيضا قاعدة مهمة في فهم دلالات الأسماء، في فهم دلالات أسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله الحسنى على نوعين، من حيث دلالاتها، نوع منها يدل على صفة متعدية أي فيها فعل متعد، وأسماء منها تدل على صفات لازمة أي ليست متعدية، فهي على نوعين. وهذه القاعدة التي عقد ابن القيم هنا في بيان
دلالات الأسماء إن كانت دالة على وصف متعد أو كانت دالة على وصف لازم. وقد بين رحمه الله أن الاسم إذا كان دالا على وصف متعد يثبت لله منه ثلاثة أشياء، يثبت لله منه ثلاثة أشياء: يثبت منه الاسم، ويثبت منه الصفة، ويثبت منه الحكم. وأما إذا كان دالا على وصف لازم فإنه يثبت لله منه شيئان: الاسم والصفة. ولننظر في كلامه، قال رحمه الله: الاسم إذا أطلق عليه أي على الله جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، أن يشتق منه المصدر والفعل. نأخذ على سبيل المثال الرحيم. الرحيم هذا اسم دال على وصف متعدي، دال على فعل، على فعل متعد، فنثبت لله منه المصدر والفعل: المصدر الرحمة، والفعل يرحم. الرزاق نثبت له منه المصدر والفعل: المصدر الرزق، والفعل يرزق من يشاء. المحيي نثبت له منه المصدر والفعل: المصدر الإحياء، والفعل يحيي. المغفرة نثبت له منه المصدر والفعل: الغفور، نثبت له منه المصدر والفعل: المصدر المغفرة، والفعل يغفر، وهكذا. هذا في الأسماء الدالة على فعل متعد، في الأسماء الدالة على فعل متعد. أما إذا كان الاسم دالا على وصف لازم فهذا نثبت له منه المصدر، نثبت له منه المصدر، مثل الحي الحياة، الأول الأولية، والعظيم العظمة، وهكذا. قال: إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع. السميع المصدر السمع، والفعل يسمع. البصير المصدر البصر، والفعل يبصر. والقدير المصدر القدرة، والفعل يقدر. يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، وفقدرنا فنعم القادرون، هذه أفعال. هذا إن كان الفعل متعديا، هذا إن كان الفعل متعديا، يعني النوع الأول. فإن كان لازما لم يخبر عنه، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر، الاسم الحياة والمصدر، الاسم الحي والمصدر الحياة، والعظيم الاسم العظيم والمصدر العظمة، دون الفعل فلا يقال حي، دون الفعل لا يقال حي، هذا معنى غير صحيح. فالاسم الدال على وصف لازم يطلق على الله منها المصدر دون الفعل، والفعل والاسم الدال على وصف متعد ويقال أيضا متجاوز، الفعل المجاوز يقال له، ويقال له الفعل المتعدي،
لأنه متعد إلى المفعول ومجاوز إلى المفعول، فما كان من هذا القبيل يثبت له منه ثلاثة أشياء. والعلماء في هذا الباب يقولون للإيمان بأسماء الله الحسنى أركان، وأركان الإيمان بها إن كانت متعدية ثلاثة، وإن كانت لازمة ماذا؟ اثنان. نعم. التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء الحسنى فاشتقت له الأسماء الحسنى الأسماء بعد أن كمل من فعل، فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. الكلام عن هذه القاعدة يكون غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.